إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن للذكر مثل حظ الأنثيين يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن للذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء
فصلِّ لِرَبِّكَ